هذا الفقيد الذي فقدناه كان حاملا لكتاب الله عز وجل، وتفقدنا شاب طالما كان صواما قواما، طالما كانت له أخلاق لا مثيل لها. فنسأل الله سبحانه وتعالى له ولأصدقائه أن يكونوا في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا يحمد من الذين إذا أصابتهم أطفال من الله وإنا إليه راجعون. ترحموا عليهم ترحموا عليهم. عندنا أحد الأئمة تاعنا والمشايخ تاعنا الكبار في هذه الولاية، منهم حميان اللي كان يقريني كان الشيخ تاعي، وكنت من الطلبة تاعي اللي كنا نقرأ في الجامعة العظيم. رحمة الله عليهم، ربي يرحمهم ربي يغفرهم ويجعل الجنة من نصيبهم إن شاء الله. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقكم لمحزونون. نعزي أنفسنا في هذا المصاب الجلل، وإن كان مقدرا، ونعزي إخواننا في هذا المصاب، ولا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهؤلاء حاملة كتاب الله سبحانه عز وجل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبهم في جنة عليين إن شاء الله مع إخوانهم إن شاء الله، شهداء إن شاء الله.